أهلا بكم. في اليوم السادس عشر من الحرب في أوكرانيا نتابع معكم مشاهدينا الكرام أبرز التطورات الميدانية المتعلقة بالعمليات العسكرية هناك، حيث أعلنت أوكرانيا عن سقوط قتلى مدنيين في مدينة دينيبرو الأوكرانية بعد تعرضها لغارات جوية، وهي منطقة لم يطلها القصف الروسي من قبل. إلى هذا كشفت صور للأقمار الصناعية عن انتشار الرتل العسكري الروسي الذي كان متوقفا خارج كييف، انتشر طبعا داخل الغابات مع اتخاذه وضعية الاستعداد. بدورها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن المطارات العسكرية في لوتسك وإيفانو فرانكيفسك غربية أوكرانيا، هذه المطارات توقفت عن العمل بعد قصفها. أما مدينة ماريوبول فقد تعرضت هي الأخرى لقصف عنيف بسبب أهميتها الاستراتيجية لموسكو، حيث تقع بين مناطق يسيطر عليها الانفصاليون وشبه جزيرة القرم. من جهته دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مساعدة آلاف المرتزقة القادمين من الشرق الأوسط للذهاب إلى القتال في منطقة دونباس. والآن نترككم مع أهم المقاطع المصورة من المدن التي شهدت تطورات ميدانية.